في كتير من المرضى بيعانوا من إهمال الأطباء سواء كان في التشخيص أو المتابعة والعلاج، لكن أكتر حاجة بتثير قلق المريض هي العملية الجراحية بسبب الحوادث أو بمعنى أصح الكوارث اللي بيتعرض لها المريض أثناء إجراء العملية. مفيش نظافة، مفيش حاجة، ما يبقى واحد طالع في أوضة العمليات داخلين مع السرير، مفيش اهتمام بيه، مفيش اهتمام بالحقن. أنا عاملة فتح بطني مرتين، ببقى داخلة مش عارفة هطلع ولا مش هطلع، ربنا اللي أعلم بيه. إهمال بتاع الدكاترة وبيخلي الناس تموت زي حالات الغلابة. إهمال الأطباء في التعقيم أو عدم التحضير الجيد للمريض قبل إجراء العملية الجراحية وعدم مراعاة التوقيت المثالي لإجراء العملية من أكثر العوامل اللي بتؤدي لوفاة المريض. تروح تعمل العملية تلاقي غلط، حصل وفاة، يبدأ الدكتور يهرب ويجيب كام شاهد كده ويطلع منها. مفيش حد بيحاسب حد النهارده. في دكاتره برضو بتضر الناس وبتعملش بضمير، تنسى اي حاجات برضو جوه المريض. الحاله ممكن تعرض لمخاطر كبيره ممكن تؤدي للموت في حاله عدم التعقيم. ده يبقى عنده قلب ايه اللي هو يهمل بقيه العمليات دي اهمال وهيعاقب عليه قدام الموت عز وجل. واثناء تواجدنا امام احدى المستشفيات الحكوميه طلبت مننا مرافقه لمريضه داخل المستشفى انها تسجل معانا وتقول شهادتها لكلام غير مهني سمعته من الاطباء، وطلبت انها ما تظهرش خوفا على سلامة والدتها. كان في كاسة حالة وفاة والدكاترة بلغوا مرضين، بلغوا اهل الحالة لو حصل شوشرة او سبيط او حاجة مش يسلموهم جثة، يبقى في مرض معدي قوي ليهم ومحدش يبلغهم بحاجة. مفيش رعاية، الدكاترة عامة بالليل بيبقوا نايمين، الحالات بتموت، الموردين يروحوا يشتكوا، الدكاترة تيجي تشوف الحالة محدش بيعبرهم بمعنى أصح. كل يوم أكتر من 10 حالات بتموت في المستشفى بسبب الإهمال. القانون المصري بيعتبر الإهمال الطبي جنحة بتكون عقوبتها الحبس من سنة لثلاث سنوات حسب ملابسات الواقع. يا ريت القانون ده يكون رادع لكل دكتور غايب ضميره. محمد كمال، حكيم باشا، التسليم.